هنتكلم النهارده عن حاجة مهمة جدا، عن وجبة الفطار في رمضان. ازيك عامل ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. معاكم كابتن انس صلاح، وطبعا في كيك بوكسينج. هنتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا، عن وجبه الفطار في رمضان. طبعا كلنا بنبقى جعانين جدا طول اليوم، صايمين طبعا وتعبانين ورايحين الشغل، وصلينا الصبح والظهر والعصر والمغرب، والدنيا بتبقى صعبه جدا، فبنبقى جعانين قوي بشكل مش طبيعي. فاحنا لازم نعمل حاجه مهمه جدا. اول حاجه، مش ساعه الاذان ما يبدا نطلع نجري عشان نكون فاطرين واكلين كل حاجه، لا. اول حاجه بنعملها ان احنا بنبدا نفطر بتمرات وسنه على النبي طبعا، وبعد كده نبدا نشرب سوائل. السوائل مهمه جدا، بس ما نكترش طبعا الكميات اللي احنا بنشربها. ويفضل طبعا لو احنا بنشرب ميه او عصاير او حاجه بتبقى ساقعه قوي، تبقى المعدل بتاعه الطبيعي. وبعد كده نستنى 5 دقائق 10 اللي هي فتره ما احنا مثلا بنصلي المغرب او حاجه، وبعد كده نبدا نرجع نفطر. مهم جدا ازاي بناكل. اول حاجه، ما نبداش ناكل الاكل اللي احنا بناكله بسرعه، لازم الاكل يتمضغ كويس جدا قبل ما نبدا ناكله. تاني حاجه، نتكلم في العناصر الغذائيه اللي احنا بناكلها. اول حاجه، كميه الاكل، احنا تقريبا بناكل تلت بطننا، مش بطننا كلها كامله بشكل كامل. طب احنا صايمين، نفطر وبعد كده نبدا ناكل بعديها بساعتين او 3 ساعات تاني. ما ينفعش ناكل كل الوجبه بتاعتي بتاعت الفطار في مره واحده. نتكلم في العناصر الغذائيه اللي احنا بناكلها ايه. لازم يكون في كربوهيدرات، اللي هو الرز او المكرونه، بس طبعا بكميات قليله. نقلل شويه من الكربوهيدرات. نتكلم في البروتين، طبعا كلنا بنحب البروتين، اللحمه والفراخ والسمك والحاجات دي. احنا ممكن نقسم وجبه البروتين بتاعتنا على جزئين، جزء ساعه الفطار وجزء بعديها بساعتين زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. نتكلم بعد كده، قلنا لازم يكون فيه طبعا الخضار، مهم جدا الخضار. ممكن ناخده الخضار شوتيه، ده يكون طبعا افيد واحنا بناكله، او ممكن ناخد الخضار بشكله التاني ان احنا نعمله ايا كان بقى الخضار. هنعمل باميه، هنعمل بسله، هنعمل لوبيا، فاصوليا، اي حاجه من انواع الخضار دي مهمه جدا ساعه الفطار. نتكلم بعد كده في الدهون. الدهون في شكلين، في دهون مشبعه او دهون غير مشبعه. طبعا لازم يكون في نسبه من الدهون دي واحنا بناكل، بس طبعا بنسبه قليله جدا. بعد الفطار احنا بناخد بريك، وبعد كده نبدا نشرب سوائل. السوائل احنا بنشربها برده طبعا ما بنبقاش بطننا كلها بالسوائل، عشان نبدا عندنا فرصه ثانيه ان احنا نبدا ان احنا ناكل بعد التمرين تاني، بعديها تاني بساعتين، وبعد كده نبدا نتمر. اوكي، مهم جدا يا جماعه احنا بناكل الاكل بتاعنا. اول حاجه، نبعد عن الاكل الحادق، يعني الاكل بتاعنا يكون متوسط الملح بتاعه كويس. تاني حاجه، نبعد عن الاكل التيك اواي، يعني احنا مثلا لو احنا بناكل دلوقتي كريبات والبيتزات والحاجات دي، لا يفضل اكتر في وجبه الفطار. الاكل بتاعنا لازم يكون صحي، معمول بشكل صحي اكتر. اي حاجه، يعني لو احنا ناكل لحمه او ناكل فراخ، اللحمه يفضل والفراخ تكون معموله يا اما مسلوقه يا اما مشويه. نبعد عن الحاجات اللي معموله في الزيت شويه، يعني البانيه معمول في الزيت، الحاجات اللي معموله في الزيت نحاول نبعد عنها شويه بشكل اكتر. يفضل اكتر واحنا بنفطر وجبه الفطار يكون الاكل بتاعي متوازن، يعني في كربوهيدرات، في بروتين، في سلطه، وفي خضار، في فيتامينز بشكل كويس، في دهون. لان احنا لو احنا ما عملناش بالانس بالعناصر الغذائيه دي، هيكون الاكل بتاعنا مش صحي، وهيعمل لنا مشاكل بعد كده عسر هضم بشكل افضل.